السلام عليكم اخواني واخواتي. اليوم عندي موضوع جديد حلو لكم حق الناس اللي تبي تتزوج. اليوم الفيديو هذا برعايه نظاره جاستن بيبر، نظاره الشاي، لون الشاي. الحين قاعد نلاحظ وايد حالات طلاق قاعد تصير، صح؟ يتزوجون زينهم، احبك اموت عليكم، اي شنو يلا وشنو، شهر شهرين ثلاثه، ياه كخه، طلع كذي طلع كذي طلع كذي طلع كذي، وتطلقوا. وخاصة إذا عندهم بيبي، الله يسرع البيبي هذا، منو يبي علمه، منو يبي يرتب حياته، منو يبي يربيه. شوية عند الأم شوية عند الأبو، الأبو حياته غير والأم حياته غير، الولد راح يين. خلنا نأخذ شوية تفصيل ونأخذ معلومات مهمة واحتياطات قبل لا تتزوج أو قبل لا تتزوجين. والله العظيم أشياء راح تفيدك. خطوة صعبة ترى، مو سهلة، تعال امشي وتزوج. خلكم معي نبلش بالموضوع. لو احنا نجيب لك طيارة، حلو، نقول لك تعال يا فلان استخدم هذه الطيارة ومعاك المسافرين، يلا. اول شيء راح تقوله شعرفني انا مليون ستين الف دقمة فوق وما ادري شنو، لحظة خلنا نشغل الطيارة، الله بسفركم دقمة وما ادري شنو، شعرفني. والله لا لازم تسوق الطيارة يا جماعة، ما اعرف، لا دبر حالك. سكت الطيارة وعفست الطيارة وعفست الراكبين، المهم ذبحتهم كلهم. نفس الطريقة، انت مو عارف شيء عن الزواج، لا عارف معلوماته، لا عارف احتياطاته، لا عارف النقاط المهمة. فلما انت تيجي تتزوج تخسبك الزواج من فوق لتحت. ليش؟ لانك انت مو عارف شيء عن الزواج. ناخذ تفصيل اكثر بعد، انا بدخل معلومة داخل داخل داخل. يا شخص صغيرون مخه فاضي ما يعرف شيء عن الزواج، شاف شخص اسمه بوشاكر لابس وزار ودلاغه مشقوق طالع اصبعريه. بوشاكر شلون الزواج؟ بوشاكر حياته مو سعيده بالزواج. طالع قاعد يسال منه، قاعد يسال الانسان الغلط. بوشاكر شنو قال له؟ المراه ما تعلي صوتها وتسافر على كيفك وتتاخر على كيفك وما تدق عليك الا انت تدق عليها، واكلك موجود وقصبا عليها تكنس لك وتطبخ لك وما ادري شنو. هذاك الولد ما يدري، مخه فاضي، خذ معلوماته من منو؟ من بوشاكر بدلاغ مشقوق. يا طبق المعلومات نفسها مالت بوشاكر بالحياة الزوجية، شهر شهرين تطلق. ليش؟ لأن الولد الصغير المخبل خذ معلوماته من إنسان غلط، إنسان غير سعيد بحياته. شفتوا هذه النقطة؟ هذه صعبة. فإذا تبي تتزوج شوف منو إنسان ناجح بحياته، مستانس، ما يتشكى وايد عن الزواج، تشوف ملابسه نظيفة مترتبة، يرد البيت مبكر، يقول والله خل أروح حق البيت، في سيستم عنده، في حياة. هذا اسأله، هذا اللي تسأله، هذا اللي تسأله تقوله شلون الزواج، هذا اللي احفظ منه، هذا اللي تعلم منه. مو تسأل ناس خايبة. يعني مثلا شخص يبطل مشروع، يسأل شخص ما عنده مشروع قاعد حافي منتف، شلون المشروع؟ والله شوف المشروع لازم تشوف الخسائر والربح. طالع قاعد يسأل منه؟ اسأل شخص عنده مشروع، اسأل شخص ناجح، هذا اللي راح يعطيك المعلومات. دائما اسأل الإنسان الناجح، لا تسأل إنسان ما عنده شيء، إنسان خايب، إنسان 24 ساعة عنده مشاكل بالحياة الزوجية، إنسان تربية عياله خرطي، هذا ما تسأله، هذا صار ما تشوفه. ناخذ تفصيلك. انزين نفترض ان ما عندك ناس ناجحه بحياه الزوجيه، فتسال منو تسال منو تسال؟ انا بوفر عليك. في كتاب حق الدكتور صلاح الراشد، والله العظيم ورب الكعبه ان من اروع الكتب اللي قريتها، اسمه الفرق بين الرجل والمراه، وكتاب ثاني اسمه كيف تكسب محبوبتك. ورب الكعبه ان قريت هالكتابين هذول صغار صغار تحصلهم بالمكاتب جرير او مكتبه العجيري او شيء كذي، سعره دينار ونص او شيء كذي. اقسم بالله العظيم ان قريت الكتاب بس، الله يعطيك العافيه، والله العظيم وطبقته راح تكون اسعد انسان بحياتك. يعلمك شلون شنو المره تبي، يعلمك شنو الحياه الزوجيه، يعلمك شنو السيستم، يعلمك اشياء ما تي على بالك. والله العظيم اسمه كيف تكسب محبوبتك والفرق بين الرجل والمراه. انصحك تقراهم قبل لا تزوج، انصحك انصحك انصحك. انزين ليش احنا دائما قاعد نركز على
الريال، الريال اللي لازم يتعلم، الريال لازم يعرف يتعامل مع زوجته. زين ليش ما نقول مثلا المرأة خل هي لازم هم تعرف. الله سبحانه وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء. شنو يعني؟ يعني دائما القوامة دائما عند الرجل مو عند المرأة. الريال هو عند المسؤولية، الريال هو اللي يجيب، هو اللي يسوي. دائما شخصية الريال أقوى دائما. أما بعض العلاقات الزوجية القوامة وين هي؟ استغفر الله، يعني شيء مخالف. القوامة عند المرأة مو عند الريال. المرأة هي اللي تقوم في البيت، هي اللي تسوي، هي اللي تروح، هي اللي تودي، هي اللي تجيب. الريال بس كذي قاعد. شيء طبيعي لسانها بيصير طويل، شيء طبيعي راح طقه بالقبقاب على راسه بالكعب. ليش؟ لأن القوامة صارت عندها، وهالشيء هذا غلط. دائما لازم تكون القوامة عند الرجل، أساس هي اللي راح تثبت شخصيته. هو اللي تعبان، هو اللي طول اليوم. عشان كذي لما حضرتك لابس البشت الأدعم وقاعد، سلام عليكم على البركة، اسمع شو يقولون. ها البركة شونك، شو أخبارك، منك المال ومنها العيال. الله، يعني شنو؟ منك المال النقود ومنها شنو؟ تفريخ العيال. هل هذا قاعد نشوفه الحين بالعصر هذا؟ لا، قاعد نشوف العكس، منك العيال ومنها المال، لأنها هي اللي قاعد تقوم وقاعد تسوي وما ايش قاعد تسوي. وانت حضرتك قاعد حب شمسي برشلونة اليوم، ايه روحي بخبز من الجمعية، ايه عشي ليها، روحي انا قاعد برشلونة وكرش كبرى ولابس علاق ويسولف عن منو؟ عن برشلونة. انت اللي سو اي شيء في البيت، انت سوى ليت من كسر جمعية، انت دائما سو، انت دائما المال عندك، انت التعب عندك انت. هذيك تي المرأة تب تطلع، فلان انا طالعة، ها لا ماكو طالعة، وشر شاري والكلمة كلمتي. ليش ما اطلع عفوا يعني؟ ها لا زين، ليش لا؟ ليش؟ لأن سامع من الديوانية الخايبة مالتهم، سائل إنسان بايخ، إنسان ما عنده معلومات، إنسان غير سعيد بحياته، قال مو كل مرة تخلي المرة تطلع كذي، مرة من مرات تقول لها لا. إنزين ليش بس لا وخلاص؟ لا ماكو طلعة. لا ابن الحلال هذا إيش فيه؟ ماكو البلا حبوب بنادول. زين ممكن أوكي أنا ما راح أطلع، بس ممكن أسأل سؤال ليش؟ لا هذا مزوجينا مينون. شي فصل فيوز احترق داخل، بس لا هاي بينا مخ فاضي ما عنده اي شيء. والسبة منه بو شاكر خسبق الدنيا، طلق الدنيا كلها. تدري شنو بداية مشاكل الزواج؟ شوف ها، تدري شنو تعريف الاحترام؟ لحظة، يمكن الشيء هذا اول مرة تسمعه. شنو يعني تعريف الاحترام؟ انا متربي على سيستم في البيت، حلو؟ سيستم بيتنا، وهذيك البنت متربية على سيستم معين. لما السيستم مالي ما يتفق مع السيستم مالها، احنا اثنيناتنا صح، انا صح، هني تصير المشكلة. خل اعطيك مثال، اوكي؟ يلا انتبه معي. انا في البيت لما ابوي يزفني او سويت شيء غلط، لازم اسكت، ما اتكلم ولا كلمة. مجرد ما انا اتكلم يعني بفهمه، اقول له بس يبا لا عيب عليك، انت مو محترم. ليش؟ لانه ما يصير عندنا بالسيستم انك تقاطع ابوك وهو قاعد يتكلم، ما يصير، عيب. اذا قاطعته يعني انت مو محترمه، اوكي؟ فابوي لما يتكلم لازم انا اسكت. انت ما يصير، بس ما يصير، اسكت انا. حلو، خلينا نشوف سيستم البنت الثانيه، شنو سيستمهم؟ ونروح الحين عند سيستم بيت منو؟ عواشة ومش عارفة أفل. عواشة لما أبوها يزفها نفس الطريقة، لما أبوها يزفها سوت شيء غلط، إذا سكتت عيب عندهم، لا لازم تبررين تسولفين. إذا أبوها قال لها أنت ليش سويتي شيء وسويتي شيء، إذا سكتت عواشة أبوها يزعل. ليش؟ لازم عندهم في البيت عواشة لما أبوها يزفها ويقول لها شيء، لا لازم عواشة ترد تقول له بس يبا ما يصير كذي، بس يبا ما يصير كذي. عندهم هذه طريقة الاحترام، ان لما انا اتكلم لازم تبرر لي، عيب انك تسكت، تحقرني. شوف الفرق، اوكي؟ اثنيناتهم صح، احنا بيتنا صح وبيت عواشة صح، ولكن كل واحد طريقته مختلفة. حلو، الحين خنزوجهم مع بعض، شوف شنو يصير الصدمة.
الحين زوجنا محمد حق عواشه زوجناهم. بيوم من الايام محمد عواشه سوت شيء غلط وقاعد يزفها عند محمد. شنو عواشه تسكت ولا كلمه وهو قاعد يزفها محمد. عواشه شنو من الاحترام انها ترد، هي ما تدري حرام مو قاعد قاطعه، انت المفروض ما تسوين كذي كذي كذي. عواشه لا انا سويت كذي ما كان قصدي، استحي على وجهك لا تراددني عيب عليك. لا انا اراد ليش مو قاعد ارددك انا قاعد ابرر لك. وتتكلمين بعد تطلقوا. شفتوا وين المشكله؟ جدا جدا تافهه تعريف الاحترام، ما يدرون. شوفوا الخسبقه اللي تخسبقوا. عواشه صح هي تربت كذي ان اذا حد زفها تبرر، ولكن محمد اذا يبي يزف احد الكل يسكت. انزين هذه ايش عرفها بسيستم بيتكم، وانت سيستم بيتكم ايش عرفها عند عواشه؟ عرفتوا الفرق؟ اذا توك متزوج او انتم متزوجين حتى لو صار لكم 20 سنه تكفى، اقعد مع البنت او انت قاعدي مع زوجك. سلام عليكم والسلام، قعدوا نبي ندردش. ممكن ممكن شنو تعريف الاحترام عندك؟ ها تعرف الاحترام انه مثلا لما سولف تسمعين لي، لما ادش البيت تقومين تسلمين علي، لما هذا عرفنا الحين. عرفنا محمد شنو تعريف الاحترام، اعطي اللي يبي. زين انت شنو تعريف الاحترام عندك؟ انا عندي تعريف الاحترام كذا 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 كذا. الله يعطيكم العافيه. عواشة عرفت شنو الاحترام عند محمد، ومحمد عرف شنو الاحترام عند عواشة، وهني ما راح تصير المشكله. ليش؟ لان عرفت انا محمد شنو الاحترام عنده، عرفت شنو جوه، ومحمد عرف شنو جو عواشة، يعني ما راح تصير مشكلة. عرفت شلون؟ لازم تعرف تعريف الاحترام عند زوجتك، ولازم انت تعرفين تعريف الاحترام عند زوجك. شوف بنات الناس مو لعبة تاخذ لعبة تستمتع فيها وتقطها، لا. لذلك اي شخص متقدم لكم، اي شخص اي شخص تقدم لكم، حياك الله ساعة المباركة وحياك الله، يبوا حلويات وقهوة وعطوا شاي، سأله سؤال تكفى. إذا أنت أبو عندك واحد يبي يتقدم حق بنتك تكفى، سأله سؤال، تعال يا فلان بدردش معك شوية، هلا والله شنو الزواج بالنسبة لك؟ شوف شنو مخه، شنو اللي حافظ عن الزواج؟ إذا ما قال لك 10 كلمات تكفى لا تزوجه، يكونون 10 كلمات إيجابيين تكفى. الحين اسأل أي شخص شنو الزواج؟ استقرار، بس فاهمينها الاستقرار ما من المسلسلات، استقرار يعني تربية، سفر، نروح سينما، ناكل نفيش، ماكو طالع فكرة عن الزواج، ما يعرف ولا شيء. إذا ما عنده 10 كلمات تكفى لا تزوجه تكفى، هذا مبين. إذا ياك شخص وقال لك الكلمات الحين اللي أنا بقول لك إياهم، طبعا أبصم لك بالعشرة ما راح تسمعهم لأن لا قرا ولا تعلم. إيك شخص يقول لك والله زواج حب، مزين، مصداقية، أوكي، صدق، ترى في فرق بينهم، لطف، رحمة، حنان، تنازل، تضحية، ضحي عشانها خلاص طاف، وفي وايد كلمات، الكلمات هذول لهم وزن، لهم وزن متى؟ بالزواج نفسه. إذا مو حافظ هالأشياء هذه أو مو قاعد يستشعر فيها أو مو قاعد يطبقها، ثاني يوم بنتكم ماسكه جنطتها يا البيت، ليش؟ والله طلع بايخ، والله طلع ما ادري شنو. لان اول الزواج كل واحد يبي يطلع احسن شيء عنده، بعد ما طلعه وخلصه يتم الطبع الاساسي. تعال شوف الخماشير، عرفتوا شلون؟ 10، اقل من 10 خليه يقضب الباب. يلا يلا تدري اذا 2 تزوجوا واثنيناتهم ما يدرون شنو الزواج، شنو التربيه، تدري ان عيالهم يخربون عيالك؟ عشان شي نقول لهم لا تزوجوا ولا تبون عيال، لا تقربون عيالنا. شكو ولدك بالمدرسة انت تعبان عليه، وهذولاك اللي تزوجوا اللي ما يدرون عن التربية ولا اي شيء ولا عن الاطفال، عيالهم دشوا مع عيالك بالمدرسة، وقيسها على نفس النوع 10 او 5. ولدك يبي يقعد مع منو؟ مع عيالهم، وانت شنو تعبان على ولدك؟ شيء طبيعي، ولدك راح يخترب، راح يتفل، راح يقول حكي مو زين. من منو تعلمت كذي؟ من المدرسة. من منو؟ من الاثنين اللي تزوجوا اللي ما يدرون عن الزواج، انجبوا هالطفل هذا وما عنده أي معلومات ولا عارفين يربونه. عرفت شلون إن عيالهم يضرون يهالكم؟ تكفى لا تجيبون يهال وتتزوجون، الله يخليكم، لا تخسبقون الدنيا وتخربون عيالنا. تكفى، تعلموا، لا تتزوجون، لا تجيبون يهال. قيسها على الأجانب،
ترى عندهم ولد واحد أو ولدين بس. هل ولدين أو الولد واحد؟ الولد منو الولد؟ إنزين يقطون كل طاقتهم وكل تعليمهم وكل حبهم وكل تقديرهم حق الطفل هذا. فيك كذي زقرتي الطفل. بعض العوائل شنو؟ كل سنة فرخ 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 فرخ. أنت وحياتكم غلط. مو عارفين تديرونها. شلون انت بتديرون هذا الطفل؟ ولا كل سنة ياهل كل سنة ياهل كل سنة ياهل. تلاقي يتمشى بالشوارع سنسونة طايح هني مشي يمش كذي يسوي كذي. تسأل واخر يا ولد بالشارع تفل عليك يسوي لك حركة بيدة طالع. وكل سنة ياهل كل سنة ياهل. انت شنو شنو حرب قاعد تسوون علينا؟ لا تيبون ياهل. هذول لو تعطيهم مسدسات والله يذبحون الفريج كله. طا 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 طا. تكفى لا تيبون بيبي. وبعض العوائل يبون الفكة من بنتهم. يا واحد اي زوجة زوجة. لحظة 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 لحظة. اي زين زين سألنا عنه زين 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 زين. اوكي سألت عنه زين. احنا نبي مخه ما نبي شلون يتصرف مع الناس ويسلم. لا نبي شنو داخل هني. ما نبي بنتنا باكر ترد لنا. انت تعبان على بنتك وديتها المدرسة وهي صغير وشريت لها حفاضات وحليب وتعبان عليها تيد قطها قطة كذي عشان شنو؟ عشان تبي تزوجها عشان كبرت. خلها تكبر وتكون سعيدة ولا وهي صغيرة تزوجها شخص وتكون تعيسة. إذا صارت تعيسة راح تتعس عليكم لأن كل يوم بتيكم البيت كل يوم هذا وهذا هذا وهذا. أنتوا تبي ترتاحون ربيتوا عشان تزوجون والبنت هذه تكمل حياتها وتستغر وأنتوا كبار هم تنزعجون بعد منها. يعني كافي وهي صغيرة بتشي وحفاظات 24 ساعة بعد وهي كبيرة فلا تزوجون وبس. حرام عليكم والله بذمتكم. في شغلة يا رب يا رب تصير يا رب يا رب أحد من المسؤولين الكبار اللي عنده القرارات إنه يسوي هالشيء اللي أنا بقوله. اثنين يبي يتزوجون قبل ها يكتبون العقد. تعالوا يروحون مكان جهة معينة سوق الخضرة أفنيوز أي مكان كيفهم. تعالي بتزوجون يلا هات كتيب وهات كتيب. حفظي بعد أسبوع تعالي بنسألك عن الكتيب. ما حفظوا الأسبوع الثاني حفظي وتعالي. ما يتم الزواج إلا يحفظون هذا الكتيب. شنو بالكتيب؟ الكتيب يعلمك شلون تتعامل مع الرجال شلون تتعاملين مع المرأة شنو الحياة الزوجية شلون تربية الأطفال أشياء قواعد بسيطة. مو أمشي زوج أمشي زوج. هذول إذا تزوجوا راح يبون يهال واليهال راح يطالبون بفلوس وراح يسوون مشاكل وراح يخربون الديرة. وقيسها على آلاف المتزوجين كذي قاعد يسوون وقيسها على حالات تزوجوا بعد شهر مطلقين. ليش يعني الله يبون أنا بضار يبوني أقعد أنا بالمكتب اثنين داشين صغار ماسكة جوتشي وهذاك زلف وقفل نبي نتزوج تفضل الكتيب. قالي بعد أسبوع حفظت الكتيب. إيه شو الزواج؟ الزواج يعني وناس سينما. أطلع برا تعالي أنت تعالي تعالي يا أم عنقوصة تعالي أم جنطة جوتشي تعالي. شنو تربية الأطفال؟ يعني إذا يبي بيبي فينجر راح أطلع باليوتيوب برا. لا لا يعطوني ما حد راح يتزوج لا يعطوني. أما واللي أوافق عليه يتزوج لا هذا مو يب طفل خليه بدرزن يهال. ليش؟ لأنه مخه صح ومرته مخه صح. فاللي طالع شنو؟ صح صح صح. أوكي هذه رسالة حق الولد الشيطان الولد القزيز. قبل لا تتزوج قبلها بسنة بسنة يبا بستة أشهر تنظف السجل الخربوط اللي عندك. رقم تلفونك تغيره إذا عندك خرابيط. ليش؟ قد تكون عندك علاقة قديمة وانقطعتوا عن بعض وانت تزوجت مجمع لهت مرتك شوية هذيك مالت العلاقة القديمة ايش عرف ان انت متزوج يات سلمت عليك يعني زاه الله خير يعني تسلم عليك. مرتك شافت تكفى ايش تبي تقول؟ تكفى تكفى. او ايك اتصال ها حبيبي شلونك انا منو هذا اللي معاك؟ تكفى مو حرام ايش ذنبه هذه؟ اكيد تب تزعل وتطنقر ويمكن ما تبيك تقول يبا هذا لعين خربان ومصبنشي. قبلها بسنه نظف تلفونك غيره خطك غيره خلاص والله احبه في ثلاث قمسات مالت عليك الثلاث قمسات غير تلفونك. وبعض البنات الخربوطين اللي انت تعرفت عليهم قبل ما يدرون انك انت متزوج فاضية ما تتزوجت انت حاقدة عليك تبي تخثك شو تسوي؟ شافتك بمجمع قامت دزت لك مسج
هلا حبيبي، هلا والله، شلونك؟ اشتقت لك. يلا الخميس ان شاء الله خلنا نقعد. شو تسوي؟ اتي اطالعك وانت قاعد تقول منو هذه؟ اختك؟ زوجتي. تفضلي عامرك. شوف توري تليفون حق منو؟ حقها. ترى انا توني تازت له مسج. اخترب بيتك، اخترب بيتك. ليش قاعد اقول لك غير رقمك؟ عشان حتى لو تبي تسوي فيك موقف او مقلب تقول لها شوفي توني دازت له، تقول لها لا حبيبتي مغير رقمه، وتسوي لها كذي. عرفت شلون؟ لا تصير لك مشاكل، غير كل شيء، كل شيء، كل شيء غير، كل شيء غير، حتى جزازتك غيرها، تليفونك غيرها. انا حذرتك، انا حذرتك. البنت تبي ثلاث شغلات ترى عشان تكسب قلبها وتحبك وتعشقك وتموت فيك. ثلاث شغلات. اول شغله التوكيد، ثاني شغله العرفان، ثالث شغله الاستماع. ترى في فرق بين الاستماع والسمع. هني عند التوكيد، التوكيد دائما بين فترة وفترة توكد لها ان هي مالي عينك وان هي احلى شيء بالدنيا صار لك. هذا ضروري تسويه، هذا رقم واحد. رقم اثنين العرفان، دائما بين فترة وفترة، بين شهر شهرين، تقعد معاها مشكورة على اللي سويتي، مشكورة على تربية الاطفال، مشكورة انك سويتي، قسلتي، رتبتي اكلي. مع ان ترى ما في بالعقد الزواج ان هي تطبخ لك وتكنس لك، لا 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 لا. الله سبحانه وتعالى قال وجعلنا بينهما ود، هي تتودد لك، فلازم بين فترة وفترة تعطيها العرفان، تتشكر لها الشيء هذا. ثالث شغلة الاستماع، وهي تسولف استمع لها، طالعها، هد تليفونك، مو تسمع. السمع عادي وانت ماسك تليفون تسمع، لكن الاستماع عيونك بعيونها وتسمع لها. خلنا نفصل بالتوكيد. بين فترة وفترة وانت طالع، هلا بالقالية، ما شاء الله تبارك الرحمن، سندريلا سندريلا. يوم الثاني، ما شاء الله والله العظيم انت مالي عيني، وامشي. حتى لو تحس انك انت نصاب عادي، مشاعر هذه راح تتقبل. بين فترة وفترة احبك، بين فترة وفترة وانت طالع، هلا بالقمر، وانت داش، هلا بالغزالة، ما شاء الله شال الجسم، حتى لو كانت بطة بس قول له انا حبيت انا اليوم. دائما توكيد، قلت كلمة حلوة، انت اللي داش وانت اللي طالع. بين فترة وفترة مسج، اشتقت لك يا اخي، ما حد ملا عيني. بين فترة وفترة هالكلمة لها وزن بقلبها، هذا التوكيد. اوكي عاد انت شيطان تعرف بعد، ما يصير كله اقول لك انا. دائما قول كلمة حلوة، دائما دائما دائما، وكد 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 ان انت ترى ما افكر بحد ثاني، انت اقلى شيء بالنسبة لي. مو كل يوم، بفترة فترة، لا تصير نحيس وبخيل. اني عند العرفان، خلنا نفصل فيه. بالاسبوع مرة، بالشهر مرة اقعد معها، هو ده كنتاكي، اقعد معها، مو شرط مطعم، ان شاء الله لو عصير هذا كديدي قصة وحطه بقلاص، بقعد معاك. تفضل هلا عامر، في موضوع بقول لك اياه. شنو 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 عزوز، شنو شنو في؟ لا ماك شيء، ماك شيء، وايد مشكوره. شنو على شنو يا اخي؟ قاعد تغسلين ملابسي، تحطي لي الاكل، البيت كله نظيف، ملابسي متعطره، ريحه بخور يا اخي، والله والله وايد مشكوره، حبيت اقعد وياك بهاليوم هذا. اذا عندك ورده حطها. بالشهر مره تي شنو تحسي يعني؟ اوف كنت اعتقد لما انا اشتغل واسوي ما حد يحس، بس الحمد لله في احد حس. تكفى اليوم الثاني شوف البيت متبخر، لان انت متشكر لا البيت متبخر. حبيبي احط لك عشاء؟ ليش تبي تسوي لك كذي؟ لانك مضبطها امس، اسوي لك سباجيتي. ضبط. خلنا نفصل بالاستماع. السمع شنو؟ ان هي وهي تشكالك او تبتسولف، ايه ايه هذه حصه اخذت الاكستنشن مالي وباقتها من جنطتي، ايه ما حراميه حراميه حراميه. لا غلط. الاستماع شلون؟ عيونك بعيونها، فوكس 100%. حسن بشر شنو صاير؟ شيخه بطلت جنطتي، خذت الموس الحلاقه اللي انا اشيل في ايدي. خذته، مفروض ما تاخذ الموس الحلاقه لان هذا شيء شخصي. والله خذت الموس، هذه شنو ما عندها موس؟ انزين انزين سويتي ايه؟ قلت لها وردي الموس الحلاقة، ردي لان شعر ايدك طولة، انا صغير ما يصير. لا مفروض ما تبين ثاني مرة، ما تشغل فيها، خلاص خلي تاخذ الموس، انا اشتري لك موس حلاقة، احط لك هذا الازرق اللي 5 دينار. ما يصير. استماع دايما، فوكس معاها، وعيش معاها المشكلة انه صايرة سالفة، شلون الموس ينوخذ من الجنطة؟ تدري اذا ما سمعت لها راح تدق على واحدة من رفيجاتها، الو شلونك، ويقعدون يسولفون 5 ساعات، وانت ايش رايك فيك؟ ما يصير انت يطولين بالتليفون 24 ساعه. عشان كذي البنات دائما يطولون بالتليفون. ليش؟ لان ريايلهم ما يسمعون لهم، يقعدون والله ساعه ساعتين ثلاث،
والله لو انت تدش عليهم خط ثالث ماكو موضوع، ماكو موضوع، موضوع جدا تافه. ليش؟ بس يبي يسولفون، يبي يفضفضون، فبدال لا تفضفض عند واحدة ثانية خلي تفضفض لك انت، ترى راح تفضل لك كم دقيقة وبعدها خلاص يفضى قلبها ما عندها اي شيء. عرفتوا ليش البنات كله يسولفون يطولون بالتليفون؟ لان ريايلهم ما يسمعوا لهم، لان في سمع ما في استماع. ماسك تليفونه، ايه معاك معاك، ايه عاد اقول لك ايه، لا ما راح يضبط. اوكي انتبه. وصلنا عند النهايه، واسف على الاطاله، صجنا الموضوع طويل وايد، بس هذا الزواج مو لعبه. اوكي، ولا تنسون كتاب كيف تكسب محبوبتك، وكتاب الفرق بين الجنسين. وحق البنات اقرأي كتاب كيف تكسبين محبوبك، راح يعلمك اشياء يحبها الريال لازم تسوينها عساس تكسبين قلبه. واشوفكم على خير، والله يوفق كل متزوج وكل متزوجة، وان شاء الله منكم المال ومنها العيال مو العكس. اوكي، واشوفكم على خير. كان معاكم اخصائي محمد الغريب، مع السلامة.